سليم، مش هينفع حد تاني يموت. كفايه بقى اللي راح. انا عارف ان دمهم غالي. زمان ابويا يا باشا كان دايما يقول لي مهما دايت بيك مش هتلاقي غير ربك هو اللي حس بيك. عايزة أنضف الدنيا بالأشكال اللي زيي. حد يقول لي أنا كوم غلطت في إيه؟ مش أنت اللي جبتني حد هنا؟ مش أنت اللي قلت لي هات البنجل وتعالى احفر معايا؟ عمرنا نحن حمدي الوزير بتعبير كل من نور الشريف وعمر الشريف إلى مستشفى الأمراض العقلية. مش مصدقة إن هم عايزيني أعيش بوش واحدة تانية حتى لو كانت أقرب الناس ليا. هي كلمة واحدة مش هكررها. أنا مش عارف غير حاجة واحدة بس، إن سليم الأنصاري هينتهي. أي أم نور الشريف. أقوى المسلسلات في رمضان على الحياة. خلاص؟ أوي. رمضان يقربنا على الحياة.